اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن مصر، ازيك يا حبيبي؟ زي اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله كويس، كله زي الفل الحمد لله. خليني ابدا معاك جميع الملفات الكرويه طبعا، ولكن خليني ابدا معاك برؤيتك للمباراه الاخيره للنادي الاهلي امام يانج افريكانز. يمكن ما فيش شك بعض الشيء اللي مطمنا هو اداء النادي الاهلي، يمكن اداء افضل. يمكن كنا الفتره الاخيره الاداء ما كانش احسن حاجه، عشان كده كان بيأثر على نتائج الفرقه، لكن المباراه الاخيره يمكن بعض الشيء يعني استعاد اداؤه او قوه شخصيه لعيبه النادي الاهلي مع فريق اكيد خصم بتلعب خارج الملعب. اعتقد ان هي نتيجه ايجابيه ممكن تبني عليها ان شاء الله للفتره اللي جايه. يمكن تطمننا بشكل كبير جدا ان الفريق استعد يعني بنسبه كبيره جدا اداؤه لما قبل الفتره الاخيره. اعتقد ان الاداء اللي اداه النادي الاهلي في هذه المباراه على الرغم من هذا الاداء يعني او بالشكل اللي لعب بيه النادي الاهلي في هذه المباراه، بتجد ان هناك بعض الانتقادات السلبيه او التركيز على الامور السلبيه فيما يخص النادي الاهلي. ليه يا احمد دايما الناس بتتكلم في الامور السلبيه؟ اه طبعا في امور سلبيه وستظل دائما في امور سلبيه في كل فريق العالم مش فريق النادي الاهلي بس، ولكن هناك ايجابيات ايضا. بص يا كابتن اسلام، ده طبيعي ولازم ده يوصل للاعيبه النادي الاهلي، وده لازم يوصل للجهاز الفني داخل النادي الاهلي، ان دايما الانتقادات هتبقى من الناس اللي مش حابه ان النادي الاهلي يمشي كويس، واللي هي ما بتصدق ان يعني تسمع اي اخبار اي مشاكل داخل فرقه لا اساس لها من الصحه. فده وضع طبيعي، انت بقالك فترة كبيرة جدا بتاخد كل حاجة، السنة اللي فاتت محقق العلامة الكاملة، أداء النادي الأهلي بمجموعة السكواد الكامل للفريق، عندك 25 لاعب راجل بيعمل فيهم روتيشن، ده مش موجود في أي فرقة، فريق بيحقق كل حاجة، في استقرار بشكل كبير جدا إداري وفني وعلى مستوى اللعيبة، مفيش مشاكل على مدار سنوات كتيرة، فطبيعي إن أنت أول ما يحصل تذبذب في الأداء هتلاقي الانتقادات السلبية، لكن مهم جدا ان الجهاز الفني باللعيبة، ودي دور اللعيبة الكبيرة ان هي تقفل على الفرقة بشكل جيد. ودايما هنا كابتن نادي الاهلي ممكن بعض الشيء او بعض الناس مش هتبقى حابة النادي الاهلي يمشي 4 5 سنين ورا بعض، لكن ده يرجع لمجلس الاداره والاستقرار اللي عامله مجلس الاداره مع الجهاز الفني مع مستر كولر واللعيبه، زي ما قلت لحضرتك اللعيبه الكبيره عليها دور كبير جدا ان هي تقفل عن نفسها، وفعلا لما اللعيبه الكبيره بتقفل على اوضه اللبس كويس مع الجهاز الفني الاداء بيبقى افضل من كده. ودايما في الفترات دي انا بناشد اللعيبه ان هي تسد ودنها، يعني تسد ودنها، خصوصا السوشيال ميديا دلوقتي يا كابتن اسلام بقت متعمقه في كل حاجه، وهتلاقي حروب الكترونيه على مواقع، على بعض الاعلاميين، على بعض المعلقين اللي بتهاجم اداء النادي الاهلي، لكن ده اكيد مش هيأثر. هي دي مقومات البطوله، كل اللي انا بتكلم فيه ده مقومات البطوله موجوده داخل النادي الاهلي عند الجهاز الفني عند اللعيبه عند مجلس الاداره. عشان كده كابتن الخطيب الفتره الاخيره كان حريص ان يعمل جلسه مع الجهاز الفني او مع مستر كولر، ودي انا شايف ان هي حاجه ايجابيه في الوقت المناسب اللي اختاره كابتن الخطيب. اعتقد ان شاء الله يكون دافع لمستر كولر بالجهاز الفني باللعيبه الفتره اللي جايه ان الفريق يستعيد اكبر قدر من شخصيه النادي الاهلي الفتره الاخيره. اعتقد ان دي هتبقى انطلاقه قويه الفتره اللي جايه ان شاء الله. مباراه بلوزداديوم الجمعه القادم، الكل ينتظر هذه المباراه. يعني لما بصينا على المجموعه من اول يوم قلنا الاقرب للمنافسه مع النادي الاهلي هو شباب بلوزداد. اكيد ما فيش شك فريق قوي، يمكن ما شفناهوش الفتره الاخيره او السنين السابقه ان هو على الساحه الرياضيه، لكن السنه دي مركزين بشكل كبير جدا. شباب بلوزداد فريق قوي استعاد نفسه بشكل كبير، عنده مفاتيح لعب مهمه، اتمنى ان مستر كولر يكون دارس الفريق ده بشكل جيد، نقط القوه والضعف ويقدر يشتغل عليها، ويمكن دي اللي بتميز حتى مستر كولر، ان مهم جدا ان يديك الافضليه دايما ان انت تدرس الفريق الخصم الكويس، بعكس ما كنا ممكن بنلعب فرق مبهمه شويه. لكن فريق شباب بلوزداد زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي ان هو كتاب مفتوح عنده نقط قوه واي فريق بيشتغل عليها. اتمنى ان مستر كولر يكون دارس الفريق بشكل جيد، هو اعتقد هو الاقرب للاهلي في المنافسه لقوه شخصيه فريق شباب بلوزداد الفتره الاخيره. شايف الماتش ازاي؟ ماتش صعب، ماتش مهم،
هو فريق الشباب بلوزداد خسر في المباراه الاخيره او تعادل، خسر في المباراه من ميدياما 2-1 في غانا، وبالتالي المباراه دي بالنسبه له برضو مهمه جدا. اكيد ما فيش شك يا كابتن، هو بيلعب النادي الاهلي بره ملعبه، اكيد هيبقى فيه حرص شديد جدا. ما يميز النادي الاهلي هو كثره مفاتيح اللعب اللي عند مستر كولر اللي هو بيعتمد عليها، واللي ده انا بتمنى في اي مباراه ان هو دايما النادي الاهلي ان هو ياخد المبادره، ياخد المبادره او يحسس الفريق الخصم ان انت خلاص انت جاي، انا من اول 10 دقائق او ربع ساعه واخد الافضليه. مهم جدا ان انا اول ربع ساعه ان انا احرز هدف، ان انا احرز هدف بلغه الكره كده اركب المباراه من بدايه المباراه. اعتقد ان ده اللي هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي. اتمنى ان مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي دي اللي معودانا عليها دايما الفرقه تكون في حالتها. هنا دايما يا كابتن اسلام بتكلم على حاله لعيبه النادي الاهلي، او الفتره الاخيره كنا ممكن بنتكلم بعض الشيء على اداء النادي الاهلي، هو حاله اللعيبه. حاله اللعيبه مهمه جدا ان انت تبقى داخل المباراه مركز بشكل كبير جدا، مستعيد اكبر قدر من مستواك الفني والبدني. كل العوامل دي هتديك الأفضلية دايما مع خصم قوي. أكيد كيف يمكن مواجهة هذا الفريق؟ هذا الفريق زي ما قلنا بيلعب بشكل جيد، عنده حارس مرمى منتخب الجزائر رايس مبولحي، واحد من الأسماء الكبيرة جدا في المنتخب الجزائري أيضا، وبالتالي أنت هتلاعب فريق أقل منك من الناحية الفنية ولكن عنده روح كبيرة جدا وعايز يكسبك. أكيد حتى هنا في القاهرة يعني أكيد. خلينا نتكلم فنيا، يلعب ازاي؟ يعني معروف الفرق الجزائرية بتلعب بتعتمد بره أرضها على تقفيل مساحات، على تقفل كويس وتلعب على الهجمة المرتدة، ده الطبيعي، ده اللي أنا بتوقعه، إن مش هيلعب جيم مفتوح أمام النادي الأهلي، لأن هو عارف خطورة النادي الأهلي كويس، عارف النادي الأهلي عنده أطراف الملعب جيدة جدا سواء عن طريق الباكين أو عن طريق الهافين أو من قلب الملعب، سواء لما بيلعب إمام عاشور أو قفشة بيقدر يخترقه من قلب الملعب مع تحركات كهرباء. أكيد زي ما قلت لحضرتك أكيد فريق شباب بلوزداد دارس النادي الأهلي كويس، عشان كده هيبقى في حرص شديد جدا، هيبقى في تقفيل مساحات، ممكن بعض الشيء يلعب على كونتر اتاك، لكن زي ما بقول لحضرتك ممكن هنا اللي يفك اللغز شويه يبقى في تحرر من فريق شباب بلوزداد لو استقبل هدف من النادي الاهلي. اعتقد الهدف البدري هتبقى اريح، يعني اعتقد ان الامور هتبقى اريح للنادي الاهلي مع فرض اسلوب اللعب اللي انا دايما بناشد بيه مستر كولر باللعيبه، ان انت دايما فريق صغير بتلعب فريق صغير فريق كبير سواء داخل ملعب او خارج الملعب، مهم جدا ان انت كنادي اهلي انت بتنزل تفرض اسلوب لعبك، وده اللي انا بتمناه في المباراه اللي جايه. اكيد مواجهه سويسريه برازيليه من خارج الخطوط ما بين كولر وباكيتا، باكيتا واحد من المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين قبل كده ودرب الزمالك حتى ولو فتره بسيطه ولكن يعلم كره القدم المصريه، هل ده هيفرق؟ اكيد يا كابتن زي ما بقول لحضرتك اكيد الراجل لعب امام النادي الاهلي ممكن مش كتير، لكن زي ما بقول لحضرتك مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي معروفه، قلب الملعب عند النادي الاهلي معروف. ما يفرقش ان المدير الفني يبقى عارف قبل كده او لعب او مسك قبل كده؟ بيفرق يا كابتن بشكل كبير، بيفرق بشكل كبير. ودلوقتي على مستوى افريقيا يا كابتن خلاص بقى النادي الاهلي معلوم تشكيله مين، بقى معروف مين في خط الظهر مين في قلب الملعب، الراجل مثبت التشكيل بشكل كبير. لكن من الظواهر الايجابيه ان الراجل بيعمل روتيشن في بعض الاماكن، وفعلا اللعيبه اللي بتبقى بتنزل بتضيف لخط هجوم النادي الاهلي الفتره الاخيره، ومن برستاو اعتقد ان هو من اهم اللعيبه في النادي الاهلي الفتره الاخيره اللي فارق مع اداء النادي الاهلي بشكل كبير جدا، زائد البوزيشن بتاع كهربا اعتقد ان بيؤدي فيه بشكل جيد جدا، وده اكيد بيحصل عليه رقابه شديده جدا. في الحاله دي الراجل بيقدر يستغل الطرفين الملعب سواء عن طريق طاهر لما بيلعب، سواء عن طريق بيرستاو لما بيلعب، حسين الشحات لما بيلعب، مع ممكن تغيير عبد القادر. اعتقد برضو ان غياب رضا سليم فارق طبعا. فارق مع خط هجوم النادي الاهلي، لكن اتمنى ان هو يرجع بالسلامه يضيف لخط هجوم النادي الاهلي تاني ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عندنا مشكله من ضمن السلبيات، لانه احنا دايما بنيجي بنتكلم في كل الامور، فمن ضمن هذه السلبيات ظاهره اهدار الفرص الحقيقه اللي اصبحت جمهور الاهلي بيقلق منها شويه. ممكن يعمل ايه في خلال هذا الاسبوع علشان يغير من هذا الشكل؟ يمكن دي مشكله برضه كابتن اسلام، ان انت ضيق الوقت مش هتقدر تدي فرصه ان انت تشتغل مع بعض اللعيبه لتمارين تخصصيه. يمكن ده ضغط المباريات اللي يمكن كان موجود الفتره الاخيره، لكن اعتقد ان بعض اللعيبه مهم جدا من نص فرصه، وده اللي انا كنت بتكلم فيه عن كهربا، وده ما يميز كهربا ان هو من نص فرصه ممكن يقدر يحرز لك هدف،
لكن زي ما معودنا دايما لعيبه النادي الاهلي ان هي بتوصل كتير، فمهم جدا على بعض اللعيبه التركيز بشكل اكبر على انهاء الهجمات. في بعض المباريات مش هتستحمل ان انت تضيع فرصه او اتنين، لان زي ما قلت لحضرتك كل الفرق دارسه النادي الاهلي كويس، بتقدر تقفل مساحات. صحيح. ممكن النادي الاهلي بيواجه صعوبات شويه لما بيحصل تكتلات من اي فريق بيلاعب النادي الاهلي، سواء من على اطراف الملعب يبقى في كرات عرضيه اكتر، سواء عن طريق محمد هاني او عند علي معلول او كريم الدبيس لما بيلعب. اعتقد ان الصعوبه اللي هيواجهها النادي الاهلي شويه ان بعض الفرق اللي بتتكتل دفاعيا بتواجه صعوبه، عشان كده مهم جدا من نص فرصه، وان احنا نقدر نستغل الكور الثابته. ممكن الراجل في الحالات دي يشتغل على الكور الثابته كويس، وده كان ما يميز النادي الاهلي. الكور الثابته السنه اللي فاتت كانت بتميز النادي الاهلي عن طريق علي معلول مثلا ومحمد عبد المنعم في حاله الزياده العدديه اللي بيعملها. فاتمنى ان الراجل يبقى عنده البدايل، ممكن لو ما فيش فرص بتتيح للفيرود او اطراف الملعب، مهم جدا التركيز على الكور الثابته، ده اللي هيفرق مع اداء النادي الاهلي. ومن الناحيه الدفاعيه اصابه محمد عبد المنعم للمباراه الثانيه اعتقد او الثالثه على التوالي، هل من الممكن ان تؤثر الثانيه؟ هل من الممكن ان تؤثر؟ اعتقد لان ممكن تؤثر بعض الشيء، لكن وجود ياسر ورامي يمكن هما ما لعبوش مع بعض كتير، هي ممكن تؤثر للسبب ده. الحمد لله ياسر نزل النهارده التمرين. اعتقد ان دايما كان اللي كان بيتغير كان عبد المنعم ثابت وبيتغير، سواء ياسر ممكن يلعب جنبه او رامي ربيعه، كان بيحصل كيمياء بشكل كبير جدا بين اي حد كان بيلعب جنب عبد المنعم، لكن ممكن ياسر وربيعه ممكن نفس طريقه اللعب شويه، لان عبد المنعم عنده سرعه ممكن بيقدر ينزل تحت شويه، لكن اتمنى ان يبقى في هرموني او انسجام بين رامي وبين ياسر، ده هيفرق مع خط ظهر النادي الاهلي. مهمه جدا هنا الدور كبير على الشناوي ان هو يتكلم معاهم طول فتره المباراه، يعلي عندهم حته التركيز. الدور كبير على الشناوي، اتمنى ان هو يبقى من وراهم لامم الدنيا بشكل كبير، حته الترحيل من على اطراف الملعب سواء عن طريق هاني لما بيضم كويس او اكرم لما بيلعب، ده هيسهل الامور على ياسر وعلى رامي ان شاء الله في المباراه. الكرات العرضيه ايضا اصبحت في بعض الاوقات بتمثل ضدنا او بتشكل خطرا علينا. دي اللي انا بتمناها، ان احنا ممكن يبقى في نقط ضعف عندنا شويه اللي هي الكرات العرضيه. زي ما قلت لحضرتك ضيق الوقت مش هيخلي الراجل ان هو يشتغل على السلبيات. هو لازم هنا يعمل سواء دفاعيا او هجوميا لازم يعمل تخصصيه، يعني تمارين تخصصيه مع المدافعين او مع المهاجمين. طبعا ده فاكر زمان احنا كان في كوره بنعملها كده، قعدنا 5 سنين 5 سنين تكتيك هو بنكسب بيه لكن انا اقصد اقول لك على انه الناحيه الدفاعيه كان يوقفونا زمان، يعني انا مش عارف انت حضرت القصه دي. دافع على المساحه. نعم يقول لك دافع على المساحه مش على الفرق. كان حد يقف 10 لعيبه تقف في نص الملعب واثنين يقفوا مثلا ورا، والكره تتلعب لهم طويله عاليه قوي، يطلع يعملها بدماغه يحطها البعيد. التمرين كان على نص الملعب جدا. تطلع على بوز ال 18 او على على خط ال 18 كده، وبعدين يحطها لك في البعيد تجري شويه تعملها بشمالك تجري بيمينك تعملها تاكلينج لبره. ما زي ما قلت لحضرتك ده عايز قوه بدنيه، كنا عايشين عليها الحاجات دي. طبعا الامور تطورت هناك، لكن انا فاكر ان احنا كنا دايما جوزيبي او لا كان قبل جوزيه كمان كان مع مستر مانويل كان بيعملها، كان مانويل بيعملها كان مع مستر مانويل بيعملها زائد التمرين المان تو مان، غير المان تو مان. المان تو مان دي دي مان تو مان دي كانت قاتله، بس كانت حاجات دي تقريبا تخصصيه اكتر للمدافعين والمهاجمين. اهي هي دي هي دي الاثنين مع بعض دي بس انا زي ما بقول لحضرتك ضيق الوقت اللي انت بتلعب كل 4 ايام مباراه زائد الضغط المباريات مع اللعيبه بيسبب عليهم اجهاد بشكل كبير جدا، لكن التمارين التخصصي دي بتحتاج قوه بدنيه في فترات ممكن راحه او توقف، ف لانها يعني هي فيها مجهود بدني كبير، مجهود بدني قوي مجهود جدا بدني وجمبات وكرات عرضيه. صحيح. وبتطلع تجري على 18 انت تطلع الكره ايوه ممكن على طرف من اطراف الملعب، ف كانت بتعمل دقيقتين لكل لعيب لو انا فاكر دقيقتين بالظبط، دقيقتين لا وتكرر تاني دقيقتين وتريح وترجع تكرر بدل لعيب تاني. فاعتقد لا كان فيها حمل بدني بشكل كبير، بس هو ده المطلوب بيني وبينك، يعني هي دي الكرات اللي كانت بتخلينا نبقى فاهمين كمدافعين، يعني او تخلي اللعيبه كمدافعين فاهمين الدنيا كانت عامله ازاي. احنا كنا بتبقى ماسك الراس حربه، كان يحط راس حربه تبقى ماسكه يعملها ويقعد يتحرك بيها وتفضل وراه تتحرك معاه. هو ممكن يا كابتن اسلام ممكن دي اللي بيتلخبط فيها مدافعين نادي الاهلي شويه، ان هو دايما بيبقى ملازم الفيرود،
لكن احنا مع مستر مانو لو كان دافع على مفيش حد بيلازم على, على, على مساحه بيلعب على مكان. انا فاهم ده اللي مهم جدا زي ما حضرتك قلت ان انت انا بدافع عن المكان. المكان أيوة. بتاعي خلاص انا عارف ان ياسر واخد الاولانيه ورامي واخد البعيده، زائد اللي بيعمل مثلا ان هو بيلم من على ال 18 سوية مروان عطيه، زائد ان عبد المنعم ممكن بياخد المساحه كلها حتى لما كان بيلعب بيقدر يستعمل صحيح. يستغل الكور العاليه. فاتمنى هنا يبقى التركيز بشكل اكبر على النقط دي لان هي هتفرق مع ده النادي الاهلي، ودي اللي بيقدر يستغلها اي فريق ضد النادي، لكن اي كرات تانية ما بتسببش مشاكل على النادي الاهلي. هنكمل كلامنا ولكن خلونا نطلع فاصل اعلاني وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، مجموعه النادي الاهلي هل كنت تتوقع ان يحدث فيها هذه الاثاره؟ اكيد ده اللي توقعناه قبل الـ حتى وضع المجموعه، يعني بعد ما اتحطت المجموعه اكيد فرق على ملاعبها تبقى مواجهات صعبه. يعني هزيمه شباب بلوزداد من ميديا ما دي يمكن يعني غيرت الدنيا شويه، ممكن ما حدش متوقعها. كله كان متوقع ان شباب بلوزداد هو اللي يكسب، لكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن اسلام دلوقتي لو انت هتواجه صعوبه او لو هتواجه صعوبه مع فرق ممكن فريق ميدياما مش مبهم فنيا لاي فريق بيلعبه، عشان كده هنا مدى الصعوبه لاي فريق هيلاعب ميدياما او اي فريق هيلاعب من الفرق المبهمه على مستوى افريقيا، ان انت ما تعرفش مين عندهم نقط القوه ونقط الضعف اللي انت تقدر تشتغل عليها، عشان كده ممكن هنا الفرق بتواجه صعوبه، واكيد واجهت صعوبه امام شباب بلوزداد وده اللي حقق النتيجه السلبيه مع شباب بلوزداد ضد ميدياما. وده اللي انا بتمناه ان الاخطاء دي ما يقعش فيها مستر كولر، ان انت مهم جدا الفرقه دي على قدر الامكان ان انت تقدر تعرف نقط القوه والضعف عندها، ده اللي هيفرق معاك بشكل كبير. لكن اللي ما يميز الفرق كلها كل الفرق اللي في مجموعه النادي الاهلي هي اللي خارج الملعب. خارج الملعب فرق بتقدر تلعب على كونتر اتاك كويس، بتقدر تقفل مساحات بشكل كويس، فرق متعوده على ملاعبها، الاجواء عندها بتقدر تستغل الموضوع ده بشكل كويس. فاعتقد ان الصعوبه تبقى خارج الملعب مش الماتشات اللي هنا. يعني اصبح ميدياما دلوقتي بالنسبه لك شايفه فنيا، شايفه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لكل المجموعه بالنسبه حتى المدير الفني مستر مارسيل كولر، هل بتشوف ان ميدياما فريق جيد؟ يعني انا الحقيقه لما اتفرجت على المباراه فريق جيد بيعرف ينقي الكره كويس، ولكن مستواه فنيا اقل من المتوسط. هو اقل بس فريق منظم. يعني فريق منظم، وهنا ممكن اللي بيواجه الصعوبه شويه امام النادي الاهلي لو زي ما قلت لحضرتك هتلاقي في تكتلات دفاعيه، هتلاقي فريق منظم امام النادي الاهلي، عشان كده مهم جدا استراتيجيه اللعب، لان دايما الفترات الاخيره مستر كولر بيلعب على طرفين الملعب، فممكن اي فريق هيقفل طرفين الملعب لمستر كولر. مهم جدا ان انت تستغل قلب الملعب، ودي اللي بيتميز بيها امام عاشور في حته الانطلاقه الهجوميه او النقله. برايك كيف مستوى امام عاشور يا احمد خلال هذه الفتره، يعني او منذ قدومه للنادي الاهلي؟ انا بشوف ان امام فارق جدا مع اداء النادي الاهلي، يعني ماشي بشكل فني رائع الحقيقه، ماشي بشكل جيد، وده اللي كان متوقع لامام، لان انا زي ما اتكلمت انا يمكن كواليتي امام او نوعيه اللعيبه بتاعت امام يمكن انا بقالي مثلا بتاع 10 سنين ما شفتش كواليتي لعيب كده زي امام عاشور، فعشان كده فارق مع اداء النادي الاهلي بشكل كبير، مدي افضليه دايما للفريق، بيقدر ينقلك فاقل عدد من الباصات من الحاله الهجوميه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لعيب بيلعب برجله الاثنين كويس، بيقدر يعمل الزياده العدديه، ممكن بيعمل لك اسيست. لا كواليتي لعيب مختلف، فارق جدا مع اداء النادي الاهلي. زائد ان امام دايما يا كابتن اسلام ان هو عنده مرونه تكتيكيه، ممكن يلعب 8 وممكن يلعب لك رقم 6 وممكن حتى تلعبه على طرف من الاطراف الملعب، فده اللي بيميز امام. زائد ان حصل انسجام بشكل كبير جدا بينه وبين علي وبين حسين الشحات، ممكن حتى في التغييره لما بينزل قفشه وامام موجود بيحصل حته الاختراق من قلب الملعب، بيقدر يصوب من على ال 18. لا كواليتي لعيب مختلف وفارق مع اداء هجوم النادي الاهلي. مش معنى ان انا اخرجه ما بين الشوطين الماتش اللي فات ان انا متخانق معايا مثلا او ان انا مش طايقه، صح؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى كابتن اسلام. لا او حتى انا مثلا خرجت مثلا مباراه بره، فلا انا كده مش محتاج امام، وامام خارج حساباتي والكلام ده، فبطمن الناس يعني والله انا بسمع حاجات غريبه يا احمد والله. لا
حاجه صعبه قوي يا كابتن صراحه. لا هتسمع زي يعني انت برضه؟ انا بسمع بسمع بس بسد ودني والله. والله ما اقدرش، ما انت لازم ترد، لانه الحقيقه كلام مش منطقي حتى، يعني حتى للمستمع وجهه نظري او للمشاهد كلام مش منطقي لا يصح ان يقال. ممكن جدا انتقد فنان اقول انا مش عاجبني احمد عادل، احمد عادل ده لعيب ما وحش، ما بيعرفش يرفع، ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش اي حاجه، انتقد في اداء اي حاجه كده اداء اللاعب يعني، ولكن ما اعملش فيلم. ما تنتقدش في السياسه. انت سمعت المقدمه او لو انت جيت متاخر كنت جاي في طريق. النهارده في خبر ان مانشستر يونايتد قبل مباراه تشيلسي اللي هي بكره او الايام اللي جايه يعني، هيوقف 4 من الصحفيين اللي موجودين في مؤسسات معينه، وقالوا اسماء الاربع مؤسسات. ليه؟ عشان الاربع صحفيين دول كتبوا في الجرايد بتاعتهم او في المواقع بتاعتهم ان في مشكله ما بين تنهاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وما بين بعض اللاعبين. فهنا قال لك انا مش معترض ان انت تكتب الخبر، اكتب الخبر زي ما انت عايز، ده في بيان رسمي من مانشستر يونايتد وانا جبته. قال له انا ما عنديش مشكله ان انت تكتب الخبر اللي انت عايزه، ولكن اديني فرصتي في ان انا ارد. انت حتى ما كلمتنيش قلت لي رد على الكلام ده، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ طب لو جم قعدوا هنا وشافوا الكلام اللي بيتقال، وشافوا الراجل المهرج اللي يطلع يقول لك اصله محمد هاني متجوز ولا ده متجوز جديد ولا ايه، ولا امام عاشور اللي مش قادر يمشي، ولا مش عارف مين اللي بيعمل ايه. عيب. الموضوع ده عيب جدا، وعيب على القنوات اللي بتطلعها دي للاسف، يعني عيب على الناس اللي بتطلع الكلام دوت. لان كابتن اسلام بص، نفس الموقف بالظبط يمكن حصل وانا موجود داخل النادي الاهلي، يمكن نفس السنه حصل سنه 2007 مع كابتن حسام بدر لما كان ماسك مدير كوره ومدرب عام، ان احد الصحفيين كنا احنا بنهرج في الاوضه زي ما بنهرج دايما عادي عادي جدا، فالراجل قال طلع كتب تاني يوم ان في الفاظ خارجه من غرفه النادي الاهلي او من بعض اللعيبه، بس ما ذكرش اسماء اللعيبه يعني الفاظ خارجه وكده. فانا فوجئت تاني يوم ان فعلا هم كانوا 2 صحفيين، ان كان في جلسه جمعت بينه وبين كابتن حسام بدري وقال له الكلام ده مش عندنا في النادي الاهلي لو هتلتزم بالامور الداخليه، وكان هزار عادي جدا، لكن ده رولز كابتن للفرق الكبيره، وده بيدل على قيمه النادي الاهلي. لا بس هنا صح عندك حق، ولكن انا هنا بتكلم عن الخبر ده. تخيل لو الخبر ده النادي الاهلي عامله، قال لك بكره احمد عادل هو في قناه الاهلي واسلام الشاطر هو في قناه الاهلي، انا مش عايزهم يخشوا النادي الاهلي لان هم ما ادونيش الفرصه في ان انا ارد. مش في قناه الاهلي يعني، انا بتكلم يعني لو في اي قناه اخرى، بس انا مش عايز اجيب سيره قنوات اخرى، انا بتكلم على قناه الاهلي. تخيل لو ده حصل في الاهلي، في الاهلي عمله، لا الدنيا هيحصل ايه؟ الدنيا هتقوم مش هتقعد. مش عارف حريه مش عارف حريه الراي وحريه الحديث وحريه كل حاجه. لكن يا كابتن اسلام دايما دايما هنا دايما احنا يعني لازم نرد، يعني لازم نرد على كل الكلام دوت لانه ملوش اساس من الصحه، زائد عيب يعني عيب الكلام ده، لان اللعيبه دي عندها اسر يا كابتن اسلام، اللعيبه دي عندها اهل، اللعيبه دي عندها اخوات، فطبيعي يعني عيب، عيب جدا، عيب جدا ان انت تطلعوا تتكلموا في الحاجات دي. لكن زي ما قلت قيمتك انت النادي الاهلي في المواقف الكبيره، او ان انت ازاي تتصدى للكلام دوت، والنادي الاهلي عنده كتير قوي ان هو يرد. صحيح. تاريخه بيرد عنه. التاريخ اللي عاملاه لعيبه النادي الاهلي بالمجلس الاداره، حتى بقوه شخصيه الجهاز الفني، طبيعي ان اي حد ممكن غير مش حتى لازم نقول مسؤول يطلع يرد، في كتير قوي هيرد يا كابتن اسلام، لان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا حقيقي. وكيانه كبير جدا، مش على مستوى مصر بس، بل على مستوى الوطن العربي وافريقيا. مستوى التحكيم في البطوله الافريقيه بالنسبه لي علامه استفهام حتى الان. اكيد هو بيأثر على بعض، وده اللي اتكلمنا فيه كابتن اسلام يمكن من حلقتين مع حضرتك كده. لا بيأثر على المباريات، بيأثر حتى على نتائج النادي الاهلي، وده اللي دايما بنناشد بيه الاتحاد الافريقي او بنناشد بيه البطولات المهمه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، ان خلاص ان احنا يعني مهم جدا التطوير التحكيم، لان هو بيأثر على نتائج النادي الاهلي، لان دايما يا كابتن اسلام النادي الاهلي هو بيلعب على البطوله. بيأثر على نتائج البطوله كلها يا احمد، يعني انا برضو دايما انا كل يوم بسأل السؤال ده وبتكلم في هذا الامر كل يوم كل يوم، لانه انا ازاي العب نص بطوله بفار ونص التاني من غير فار؟ غريبه جدا بالنسبه لي. يعني انت بكره لا قدر الله في المباراه القادمه لو الحكم اخطا في المباراه القادمه لا يوجد مراجعه للحكم. ما حصلت يا كابتن اسلام، ما حصلت معانا مع النادي الاهلي، ما حصلت. انا بضرب مثال بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما يا كابتن اسلام هو الطموح والهدف عنده يمكن صحيح في 95%
ان خلاص النادي الاهلي داخل البطوله دي هيحقق البطوله، فمش مستحمله خطا تحكيمي ما فيهوش فار. ده اللي احنا بنتكلم فيه، وحصلت مع النادي الاهلي في ضربات جزاء، وحصلت مع النادي الاهلي في فاولات، وحصلت مع ضربات مع النادي الاهلي في انذارات او حالات طرد. اعتقد اتمنى زي ما حضرتك بتناشد كده التحكيم في افريقيا، اتمنى يبقى في تطور للتحكيم في افريقيا، لان خلاص انت ادام انتوا بتعملوا مسابقات بتطور من الكره الافريقيه، مهم جدا يبقى في الخط الموازي يحصل تطور في الاداء التحكيمي على مستوى افريقيا، ده هيفرق مع البطوله اكيد. طيب برضو خلينا ننتقل الى الدوري. الحقيقه الدوري المصري حتى النهارده في مباراه سيراميكا وامبي، مباراه رائعه، مباراه حلوه، 4-2 سيراميكا كسبان 3-1 4-1 4-2، مباراه حلوه. النهارده الاسماعيلي فاز او بيعود للفوز بعد خسارتين متتاليتين او ثلاثه ورا بعض، وفاز على البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف. بقيه المباريات الحقيقه مباريات جيده. طلائع الجيش النهارده الصبح بيفوز، او الظهر يعني الساعه 4 بيفوز على نادي بلديه المحله بهدفين مقابل لا شيء، وتحيه كبيره للكابتن عبد الحميد بسيوني، هذا النجم الرائع والنجم الخلوق الحقيقه، المدير الفني الرائع لفريق طلائع الجيش، لانه عامل حاجه وعامل حاله الحقيقه في فريق طلائع الجيش. الدوري المصري بشكل عام حتى هذه الايام ماشي بخطه جيده جدا. ده كان الاستلام اللي كنا بنتوقعه، يعني ده اللي كنا بنتوقعه. فضل الجماهير بس يا احمد. فده مهم، يعني الحته الجماهيريه دي ممكن هناخد منها بعض الوقت شويه، ان مهم جدا الدعم الجماهيري لكل الفرق الجماهيريه. بلديه المحله صعد وليه قاعده جماهيريه كبيره جدا، هيفرق مع ادائه. بشوف ان برغم الخساره النهارده بلديه المحله، لكن احمد عبد الرؤوف مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره مع اللعيبه مأدي بشكل جيد، وانا توقعت ان هو يبقى الحصان الاسود في البطوله. بنتكلم في اداء اكتر من رائع لزد ومنظومه زد، ومع كابتن مجدي عبد العاطي وبالجهاز الفني باللعيبه وحفاظه على القوام الاساسي للفرقه، مدي له استقرار بشكل كبير. مكسب الاسماعيلي النهارده يمكن بيستعيد ثقه الجماهير تاني اللي داعمه بشكل كبير جدا لاداء النادي الاسماعيلي. اتمنى ان مع الجهاز الفني ان هو يبني على المكسب ده، يديله دافع كبير جدا. مكسب النهارده طلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسيوني زي ما حضرتك قلت، لا كل دي يا كابتن اسلام خلاص بقينا نسمع غير اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي، لا بقينا نسمع سيراميكا وبنسمع زد وبلديه. ده بيدي قوه للدوري المصري حقيقي. ده بيدي حتى الاختيارات مستر فيتوريا على مستوى المنتخب، قاعده من اللعيبه تبقى عندك بشكل اكبر ان انت تختار لمنتخب مصر، كل ده في صالح الكره المصريه، زائد الاداء التحكيمي. اتمنى ان هو يبقى في بعض او في طول الوقت ان هو يبقى موفق بقله الاخطاء، وارد الاخطاء التحكيميه طبعاً في كل المباريات، لكن مهم جدا تطور الاداء التحكيمي عشان المنظومه كلها بشكل عام، ثبات البطوله او ثبات المواعيد، وما يبقاش في مؤجلات كتيره زي ما بنشوف السنين اللي فاتت. اعتقد لا الشكل الدوري المصري بقى افضل، اكتر من فريق لما بيخش في المنافسه اعتقد ان الامور بتبقى افضل في احسن حاجه. ده كله بيصب في مصلحه الكره المصريه. بعيدا عن مين اللي هياخد الدوري، لانه كل احنا هنقول الاهلي ان شاء الله، لكن هل من الممكن ان نرى منافسه على ثالث وثاني وثالث ورابع، ولا برضه ستظل دائما الامور ما بين اهلي زمالك بيراميدز بيخش شويه فيوتشر لا؟ وجهه نظرك. وجهه نظري هتتكلم عن النادي الاهلي. وجهه نظري هتتكلم عن النادي الاهلي، لان مقومات البطوله عند النادي الاهلي. ممكن فرق تانية هتكون مدعمه كل السكواد بتاعها، ممكن يبان قدام الناس ان هو لا في منافسه، لكن على ارض الواقع ما فيش تحقيق بطوله. الموضوع مختلف تماما، حتى موجود عند اللعيبه، وده دايما بتكلم عن مقومات البطوله اللي هي داخل النادي الاهلي، لان هي موجوده في اوضه لبس النادي الاهلي، موجوده عند سياسه مجلس الاداره، موجوده عند الدوافع اللي عند الجهاز الفني. فاعتقد ان الكفه الارجح هي للنادي الاهلي، لكن على مستوى المنافسه ان بتحصل مثلا في بعض الفرق ممكن تتعادل مع النادي الاهلي، ممكن تبقى ند قوي للنادي الاهلي، لكن ما يميز النادي الاهلي هو النفس الطويل. ما يميز النادي الاهلي ان هو يقدر يحقق البطوله وعينه على البطوله، ممكن يتعادل مباراه او يخسر مباراه، لكن ده بيدي له دوافع اكبر للمباريات اللي جايه. فده ما يميز النادي الاهلي. زائد يا كابتن اسلام، انت سهل ان انت تحقق البطوله لكن صعب تحافظ عليها. صحيح. دي مقومات البطوله اللي عند النادي الاهلي، ان انت لما بتاخد البطوله بتقدر تحافظ عليها 4 5 سنين ورا بعض، 6 7 سنين ورا بعض. ف
فهنا دي ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي فريق تاني. اخيرا النادي الاهلي يوم الجمعه مباراه شباب بلوزداد، التشكيل اللي من وجهه نظرك احمد عادل يلعب بيه؟ انا بشوف الشناوي، ياسر ورامي، محمد هاني، يلعب كريم الدبيس في نص الملعب، مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا. نفس المجموعه يعني اللي بدا بيها، نفس التشكيل، لكن ممكن انا بشوف ان الفتره الاخيره كان المجهود مضاعف على علي معلول، لان كتر خيره بقى له سبع سنين يا كابتن اسلام بيلعب بصفه مستمره. صحيح. وده اللي كنا بنتكلم فيه على علي، ان هو حتى لو مباريات وديه الناس بتلعبه، فهيجي وقت من الفترات مش هيقدر يستحمل كده. لكن اعتقد ان كريم الدبيس لما بياخد بيبقى مفتاح جيد للنادي الاهلي، لعيب مباشر، بيقدر يدافع بشكل جيد وبيهاجم بشكل جيد، ومهم جدا على طرف من اطراف الملعب ان انت تبقى مفتاح لعب، وكريم بيقدر يوصل وبيقدر يعمل كروس بشكل جيد. بقت كويسه جدا، فاعتقد ان هو ممكن يبقى اضافه حتى لو خد من اول مباراه. نتمنى ان شاء الله ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه، هذه المباراه المهمه اللي الكل ينتظرها ان شاء الله يوم الجمعه القادم. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا، بنستمتع دائما بوجودك معنا. حبيبي يا كابتن، من الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. شكرا جزيلا للكابتن احمد عادل. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، ولكن قبل الفاصل هيكون معانا تقرير عن جوله من الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل الاساتذه جمال الزهيري ومحمود صبري في ضيافه البيت الكبير. يواصل المارد الأحمر تحضيراته لمواجهته المقبلة التي سيستضيف فيها شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب. حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال فوزا مهما على المقاولون العرب بنتيجة 3 أشواط نظيفة ضمن منافسات دور الكرة الطائرة. وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الدوري في الصدارة بالعلامة الكاملة. حقق فريق ناشئي الأهلي لكرة القدم مواليد 2008 الفوز على ضيفه الزمالك ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية. وبهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى 30 نقطة. كما حقق فريق الأهلي مواليد 2005 فوزا ثمينا على مودرن فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الجمهورية. سجل لاعبنا المتألق أحمد عبدين من ضربة رأس رائعة أسكنها شباك المنافس، وقاد فريقه للفوز وحصد نقاط المباراة 3. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الإفريقي للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية أنوكا. حصد نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2023 والمقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم، متقدما على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال حفل رسمي في لندن. احتل صلاح المرتبة الأولى في استطلاع رأي المشجعين متفوقا على نجوم كبار آخرين في البريمير ليج. واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ بعد أن توج بجائزة مجلة تايم الأمريكية لأفضل رياضي في العالم لعام 2023 بعد عام ناجح فاز خلاله بالكرة الذهبية 8. وتصدرت صورة ميسي بقميص فريقه إنتر ميامي الأمريكي غلاف المجلة الشهيرة، وكتب عليها ليونيل ميسي أفضل رياضي في عام 2023.
قدم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام وعدا إلى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني بمواصلة بذل قصارى جهده مع النادي ومع منتخب إنجلترا لتحقيق الأهداف المرجوة بعد تتويجه بجائزة الفتى الذهبي جولدن بوي كأفضل موهبة شابة تحت 21 عاما والمقدمة من صحيفة توتو سبورت. وحطم بيلينغهام رقما قياسيا في تاريخ الجائزة بأكبر نسبة من الأصوات وتقدر ب 97%، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها لاعب من الميرينجي هذه الجائزة. دافع النجم الإيطالي بوفون عن مواطنه دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الذي يتعرض لانتقادات عديدة في الفترة الأخيرة، وأكد بوفون المعتزل مؤخرا أنه عندما تصنف دوناروما ستجده ضمن أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم، ومن الطبيعي أن تثار ضجة كبيرة مع كل خطأ يرتكبه. أعلن تشيليو مانويل بيليغريني مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعرض نجم الفريق نبيل فقير لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري 2023.